السلام عليكم. الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي اليمني تعلن قرب انفراج أزمة السيولة النقدية ب 400 مليار ريال قادمة من روسيا. الانفراجات تحمل مؤشرات تتعلق بحل مؤقت لأزمة السيولة وكذلك التعزيز المالي ومعالجة أزمة السيولة النقدية بين المحافظات اليمنية دونما الإفصاح بشكل واضح عن مسألة أزمة الرواتب التي تشمل موظفي الدولة تحت إطار السلطة الشرعية وموظفي الدولة تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب. المهندس كمال جعفر نائب مدير البنك المركزي من جهته أكد أن صفقة ضخمة من الأموال ستصل من روسيا إلى عدن قريبا تقدر ب 400 مليار ريال يمني، والتي من خلالها سيتوجه البنك المركزي بعدن بتوزيع الأموال للمحافظات دونما الإفصاح عن تفاصيل أكثر حول الإشكالية المالية وأزمة الرواتب التي تمر بها البلد منذ أشهر. تفاصيل كثيرة لا تزال تكتنف هذه الانفراجة، من بينها مسألة الدورة المالية وكذا حركة العملة وثقة المودعين ومسألة السياسة المالية للدولة بعد قرار نقل البنك. وهنا نتساءل، هل ستعمل انفراجة أزمة السيولة على التخفيف من الوضع الإنساني والاقتصادي في بلادنا؟ وهل تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه جميع موظفي الدولة بلا استثناء كما جاء في تصريحات سابقة؟ وماذا عن التفاصيل الفنية والتقنية التي قد تحتاجها الحكومة للبدء بصرف الرواتب؟ وماذا عن المرحلة التالية لهذه الانفراجة طالما والمبلغ المطبوع يكفي لرواتب أشهر فقط؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب قبل أن نبدأ النقاش لمشاهدة هذا التقرير الذي أعده الزميل ياسين التميمي. موظف الحكومة على مشارف حل لمشكلة انعدام المرتبات. 400 مليار ريال جديدة طبعت في روسيا وينتظر وصولها قريبا. البشارة جاءت في سياق تصريح لنائب محافظ البنك المركزي اليمني كمال جعفر، الذي أكد أن البنك المركزي من مقره في عدن سيقوم بتوزيع هذه المبالغ على بقية المحافظات، ما يعني نهاية قريبة لأزمة المرتبات المستفحلة التي وضعت أكثر من 15 مؤسسة حكومية تحت طائلة التهديد بالإغلاق، خصوصا وأن المؤسسة العامة للأسمنت التي تدير 3 مصانع باتت عاجزة عن صرف رواتب موظفيها. الأزمة ليست قطاعية، إنها أزمة فقد معها الجهاز الحكومي الخاضع لسلطة الأمر الواقع الميليشياوية القدرة على السيطرة، وعرضت أكثر من مليون موظف في الجهاز الإداري لخطر الجوع نتيجة عدم حصولهم على المرتبات، في ظل معلومات كشف عنها مراقبون تفيد بأن ميزانية الدولة البالغة 13 مليار ونصف المليار تآكلت ولم يتبقى منها سوى 187 مليون دولار فقط. ومع اقتراب وصول كمية النقود المطبوعة حديثا في روسيا، تزداد المخاوف لدى موظفي الجهاز الحكومي في المحافظات التي تخضع لسلطة الميليشيا، مخاوف تبددها تأكيدات الحكومة بأنها ملتزمة بدفع جميع مرتبات الموظفين، لكن تبقى المخاوف مرتبطة بالآليات والتدابير الفنية التي يمكن أن تسهل وصول المرتبات إلى مستحقها المتعبين جدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب في بداية هذه الحلقة بالأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي معنا عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ مصطفى، وبداية يعني بالحديث عن قرب وجود سيولة ربما تنقذ البنك المركزي من الأزمة المالية التي يمر بها، كيف تقرأ أنت الوضع؟ أعتقد أنه في حال فعلا كان هذا الخبر صحيحا سيشكل انفراجة مؤقتة للأزمة، أزمة السيولة التي تضرب اليمن، سواء كان المناطق التي هي تحت إدارة الحكومة الشرعية أو المناطق التي ما زالت تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح. وبالتالي أعتقد أنه هذا المبلغ يشكل انفراجة مؤقتة إذا ما صدقت فعلا هذه المعلومات، لكن أيضا الأمر يرتبط أو يعني يتعلق بكيفية تسلم هذه المبالغ، وهل ستكون على دفع معينة، وأيضا ما هي الترتيبات أو معالجة الآثار المترتبة على إنزال مثل هذه العملة. معروف أن طباعة عملة جديدة مع نقص أو مع توقف في عملية الإنتاج يسبب مشكلة لعملية التضخم، وبالتالي هنا الحكومة ستكون أمام مشكلة جراء إنزال هذه المبالغ. نعم، كيف يمكن تفادي هذه المشكلة أستاذ مصطفى؟ هي ستحل مشكلة وستظهر مشكلة أخرى، مشكلة زيادة النقود في السوق وبالتالي تدهور قيمتها، لكن بكل تأكيد يتطلب هذا خطة لعملية إنزال
ممرحلة يعني أو مبرمجة بحيث أنه لا تنزل هذه المبالغ كلها دفعة واحدة، وإنما تتم وفقا لخطة وبالتدرج بحيث يتم استعادة جزء من المبالغ التي موجودة في السوق. بكل تأكيد الآن هناك مبالغ كبيرة من العملة الريال خارج إطار القطاع المصرفي، وأيضا مخزنة في أماكن غير القطاع المصرفي، وبالتالي الحكومة هي بحاجة إلى أن تستعيد هذه المبالغ قبل أن تطرح هذه الكمية من النقود، وبالتالي تحدث مشكلة للريال ويحدث نوع من التضخم وتراجع في العملة. نعم، كيف يمكن استعادة هذه المبالغ أستاذ مصطفى قبل أن تضع هذه الكمية من السيولة في السوق؟ يتم استعادة هذه المبالغ الموجودة في السوق من خلال استعادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي. هناك ترتيبات يفترض أن تقوم بها الحكومة عقب قرارها نقل البنك المركزي إلى عدن وما يتبعها من متطلبات أساسية، كأيضا ما هي أبرزها أستاذ مصطفى؟ أبرز تلك الترتيبات؟ المتطلبات الأساسية هو على المستوى الخارجي استكمال موضوع الترتيبات الخارجية للتعاون البنوك المحلية مع البنوك الخارجية، وبالتالي سهولة فتح الاعتمادات واستيراد المواد وفتح خطوط ائتمان مع الخارج، أيضا موضوع الحصول على دعم وتمويل على الأقل حتى ودائع للبنك المركزي، وبالتالي غطاء لموضوع الاستيراد وغيرها. ناهيك عن موضوع استمرار عملية تعزيز هذا القرار داخليا ما يتعلق باستكمال إيجاد الشبكة التقنية، استكمال الشبكة التقنية، وأيضا تفعيل موضوع أداء المؤسسات واستقطاب الإيرادات سواء كان باستعادة التصدير النفط والغاز، وأيضا باستقطاب الموارد سواء كان عبر الإيرادات الضريبية والإيرادات الجمركية وإيرادات الموانئ وتفعيلها في هذا الجانب. نعم. كل هذه الإجراءات يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار لكي يعاد تنشيط وتفعيل الاقتصاد اليمني بحيث يستعيد عافيته، وبالتالي تكون هذه الفلوس المطبوعة حديثا أو تدخل ضمن الدورة الاقتصادية، وبالتالي لا يحدث الأثر السلبي لها وإنما يكون أثرها إيجابي. نعم أستاذ مصطفى، يعني من ضمن الترتيبات التي وضعتها الودائع، كيف يمكن استعادة ثقة المواطنين في هذه النقطة؟ استعادة ثقة المواطنين بالبنوك والمؤسسات المصرفية هو جزء من استعادة ثقتهم بالبنك المركزي. ففي حال شاهد الناس أن البنك المركزي بدأ يدير علاقاته مع البنوك المحلية ويراقب أدائها ويوجهها وأيضا يضع احتياجاتها نصب يعني ضمن خططه، بكل تأكيد هذه البنوك والمصارف ستبدأ بعملية إعادة الأموال تدريجيا للقطاع المصرفي، لأنه حتى الآن البنوك والمصارف هي من ترفض حتى فتح حسابات، هي من يرفض استقبال الودائع لأنها لا تدري ما هو المستقبل، وبالتالي المسألة ترتكز بصورة أساسية على الحكومة وعلى أداء البنك المركزي. إذا ما ضبط البنك المركزي أداءه وبدأ ينسق مع البنوك المحلية ومع شركات الصرافة لإدارة العملية السياسة المالية والنقدية، بكل تأكيد هنا ستستعيد الثقة عافيتها تدريجيا. طبعا لا يمكن الحديث عن استعادة هذه الثقة بين يوم وليلة لأنها فعلا تحتاج إلى وقت. نعم. فيما يتعلق بالصعوبات، هناك صعوبات أخرى ستواجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة إذا استقبلت هذه الكمية من النقود خلال المرحلة المقبلة، هي موضوع المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة جماعة الحوثي وهي لا تعترف بنقل البنك المركزي. هناك إشكالية كبيرة ستحدث خلال هذه المرحلة المقبلة إذا ما أصرت جماعة الحوثي على أن يظل عدم الاعتراف بالبنك المركزي في عدن، وبالتالي سيكون هناك إشكالية أمام الحكومة الشرعية كيف ستستطيع أن تفي بالتزاماتها بتسليم مرتبات الموظفين في المناطق الذين يقعون في إطار هذه المحافظات. بكل تأكيد يجب على المؤسسات أن تتعامل مع السلطة الشرعية مع الحكومة الشرعية
لكي فعلا نستطيع أن نقول أن الحكومة استعادت إدارتها للشأن الاقتصادي، وبالتالي هي تتحمل بعد ذلك مسؤولية أن تدفع مرتبات كافة موظفي الدولة سواء كانوا مدنيين وعسكريين وفقا لكشوفات فعلا يتم غربلتها وبعد العبث الذي حصل فيها خلال السنتين الماضيتين. نعم تفضل. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى النصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وننتقل بحديثنا للدكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا عبر الهاتف أيضا من الرياض. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والسرور. دكتور محمد، هل حدثتنا عن السياسة المالية للدولة بعد نقل البنك المركزي، خاصة بالحديث عن قرب الانفراج للأزمة المالية للبنك؟ الطبيعي أنه ما يجري الآن هو الترتيبات الفنية والترتيبات النقدية والترتيبات المالية من أجل ممارسة البنك المركزي لعمله من عدن. في هذه الأثناء هناك إجراءات تتم من أجل طباعة عملة، وأنا هنا أحب أن أنوه أنه لا وجود لتخوف يعني آني من زيادة كمية الأوراق المالية الموجودة في السوق، لأننا نعرف أن السيولة المحلية هي مكونة من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هي الأوراق النقدية الموجودة في السوق، والجزء الثاني هي الحسابات الجارية، والجزء الثالث هي الودائع. والجزء الثاني وهو الحسابات الجارية انتهت فعليا، يعني الحسابات الجارية التي كانت قيمتها في حدود 301 مليار تتداول يتم تداولها، هذه الودائع الجارية والحسابات الجارية توقفت تماما ولم يعد أي شخص يتعامل عبر البنوك إلا فيما ندر، وبالتالي سوف تحل هذه الأوراق المالية بدلا من الحسابات الجارية، بمعنى أننا سوف يتم حل أوراق نقدية فعلية بدلا عن أوراق وهمية اللي هي الحسابات يعني الجارية. لن يكون هناك تضخم، لن يكون هناك تضخم عملة في السوق بوجود هذه السيولة القادمة. في البداية في الأوقات الأولى قبل أن تعود الأموال إلى الجهاز المصرفي. الآن يجب أن نعرف أنه توقف الدوران النقدي، يعني الدوران الذي كان يبدأ من البنك المركزي وينتقل إلى الشركات والمواطنين والعائلات ثم يأتي عبر الجهاز المصرفي مرة أخرى إلى البنك المركزي قد توقف تماما نتيجة لانعدام الثقة بالجهاز المصرفي. هذا كيف ستستطيعون استعادة هذه الثقة دكتور محمد حتى تعود الدورة المالية التي تتحدث عنها؟ استعادة الثقة بالنظام المصرفي هي لن تأتي إلا بشروط كثيرة، من ضمنها أولا الاستقرار العسكري أو توقف الحرب، والعامل الثاني هو الاستقرار السياسي، والعامل الثالث هو الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الأمني. يعني إعادة الثقة بالجهاز المصرفي هي عملية تحتاج إلى فترة طويلة. احتاج الوضع الذي وصلنا إليه في عام 2010 مثلا بدأ التهيئة له من عام 1995، يعني الثقة بالجهاز المصرفي تتطلب فترة طويلة جدا لا تأتي بين يوم وليلة. نعم. ولكن إذا ما قام البنك المركزي بعمله بشكل صحيح وبشكل مهني وبشكل دقيق سوف يمكن استعادة الثقة بالجهاز المصرفي. نعم، هناك حديث دكتور محمد عن صرف رواتب جميع الموظفين بلا استثناء بناء على كشوفات الموظفين قبل الانقلاب، هل ما يزال هذا الأمر مؤكدا؟ هذا الأمر مؤكدا تماما، وهو بكل تأكيد واجب ويجب على الحكومة أن تتحمل هذه المسؤولية. الحديث الآن يتم حول متى وكيف. نعم. متى يتم توصيل المستحقات الرواتب إلى أصحابها وكيف هذه العملية؟ سوف تكون هذه العملية سهلة إذا تجاوب فرع البنك المركزي في صنعاء مع البنك المركزي في عدن ومده ببيانات كافية، بقاعة البيانات الكاملة، وأيضا انتقلت الإدارات الرئيسية التي من المطلوب أن تنتقل حتى نسهل العمليات النقدية.
أما إذا عصرجت الأوضاع النقدية أو البنك المركزي في صنعاء، فرع البنك المركزي في صنعاء رفض الالتزام وخضع لتوجيهات الانقلابيين وأصر على أنه هو البنك المركزي، هذا يعني أنهم عمليا هم يريدون بناء كيان سياسي ومالي واقتصادي ونقدي خاص بهم، ويريدون أن ينفصلون ولكن بدون إعلان عن هذا العمل. ونحن نبارك لهم بالمناسبة، إقليم أزال إذا كان إقليم أزال يريد أن ينفصل عن الجمهورية اليمنية، نحن باركنا لهم بهذا العمل منذ سنة ونص تقريبا، لأنه كانت من الواضح أنهم يريدون أن يحكمون أو أن ينفصلون، لا يريدون نهائيا أن يخضعون كما تخضع الآخرين للنظام والقانون. نعم. إذا رفضوا التعامل مع البنك المركزي فهم يتحملون المسؤولية الكاملة، وعلى الموظفين في الدولة أن يضغطون للحصول على مستحقاتهم. إذن يعني تحدث معنا الأستاذ مصطفى نصر، أستاذ الدكتور محمد، يعني حول بعض الترتيبات التي يجب على البنك اتخاذها، مثل السياسة الخارجية للتعاون مع السوق المحلية، استيراد خطوط، فتح خطوط ائتمان مع الخارج، أيضا الودائع لتكون غطاء جيد للاستيراد، وكذلك تعزيز التصدير. هل كل هذه الأمور يعني واضحة بالنسبة للحكومة للعمل والقيام بها حتى لا تدخل في يعني مطبات أخرى جديدة إن لم يعني تتوفر سيولة أخرى، خاصة ونحن نسمع أن هناك يعني المزيد من الطباعة للأموال النقدية؟ بخصوص فتح الاعتمادات المستندية وبخصوص الواردات، أعتقد أن هذه العملية لن تحصل لها أي دربكة كبيرة، سوف تستمر كما كانت من السابق. هي تتم عمليا، نحن نعرف أنه الإيرادات الأساسية التي توصل إلى اليمن من العملة الصعبة تأتي من المغتربين، وعمليا النقود لا تذهب إلى اليمن بشكل كامل، بل تبقى في بنوك البحرين أو في البنوك دبي، وتفتح الاعتمادات المستندية في معظمها من دبي. يتم فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلاح، لأن الثقة كانت من السابق باليمن معدومة، وكان على التاجر أن يدفع 100% من عندما يفتح اعتماد مستندي، بينما إذا كان في دبي يفتح بنسبة 10 إلى 20% فقط يدفع ضمان إلى أن تأتي البضاعة. نعم. ولهذا فسوف تستمر هذه العملية، تفتح الاعتمادات المستندية من البحرين أو من دبي عبر تجار موجودين في السعودية أو موجودين في اليمن، ولكن عن طريق المراسلات. أما البضاعة فهي تأتي في الأخير إلى اليمن، يعني هذه، ويستلمون إيراداتهم من التحويلات المغتربين التي تتجمع لدى المصارف التجارية. هذه العملية أو هذه الدورة لم تنقطع ولم تتأثر، ولهذا لم يحصل هناك أي دربكة لهذه العملية، إلا إذا حصلت طبعا دربكة عسكرية في ميناء الحديدة أو في تهامة أو في غيرها. هذه العملية لن تحصل لها أي مشكلة، لأنها أصلا كانت تتم من السابق خارج إطار اليمن. إذن سؤال أخير دكتور محمد، يعني الحديث عن طباعة 400 مليار ريال يمني، هناك رواتب شهرين حتى اللحظة يفترض أن تقوم بصرفها الحكومة ما يعادل 150 مليار، يعني بواقع 75 مليار ريال شهري هي حصيلة المرتبات للموظفين. هل سيتم التعامل بهذا الشكل، وهل ستكفي هذه، يعني هل الحكومة مطلعة أنها لن تكفي هذه السيولة إلا لأشهر قليلة فقط؟ هذا الكلام غير صحيح، لأنه هناك 75 مليار ريال يمني هي 1/12 من المبلغ الإجمالي للباب الأول بالكامل، الباب الأول يعني يحتوي على الرواتب الأساسية والمكافآت والحوافز والعمل الإضافي. المكافآت والحوافز والعمل الإضافي هذه لن تأتي، سوف تأتي الرواتب الأساسية، وهي ما كان من السابق يستلمه كل أبناء اليمن باستثناء الموجودين في صنعاء. الموجودين في صنعاء فقط هم الذين كانوا يحصلون على مكافآت تصل إلى أرقام إلى ملايين، أما الموجودين في المناطق الأخرى في المحافظات البعيدة عن صنعاء فلم يكونوا يستلمون أصلا المكافآت ولا يستلمون الحوافز ولا العمل الإضافي. يعني أن المبلغ أقل من ذلك دكتور محمد، المبلغ أقل من ذلك؟ نعم المبلغ أقل من ذلك بكثير، هو لا يتجاوز 45 مليار، لأنه أولا هناك 25 مليار كانت تذهب للمجهود الحربي وتذهب إلى وزارة الدفاع
أو القائمين بأعمال وزارة الدفاع إذن صنعاء هذه لن تذهب بكل تأكيد. إذن شكرا جزيلا لك. وهناك خمسة وهناك مبالغ أيضا كانت تذهب إلى وزارة الداخلية في صنعاء لن تذهب مرة أخرى، سوف تذهب طبعا إلى الأركان، إلى رئاسة الأركان في 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 مأرب، وستذهب إلى وزارة الداخلية في عدن. نعم اتضحت الصورة دكتور محمد، شكرا. ستذهب مبالغ أقل من هذه كثير. نعم شكرا جزيلا لك دكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأنتقل إلى الأستاذ علي الوافي الخبير الاقتصادي عبر الهاتف من اسطنبول. مساء الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا بك معنا أستاذ علي. بداية لو حدثتنا عن قراءة موجزة للوضع الاقتصادي بناء على يعني قرب هذه الانفراج التي يعني يتم الحديث عنها، ما الذي بالإمكان أن تفعله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله موضوع قراءة موجزة للوضع الاقتصادي صعب في هذه التناولة والعقالة. نعم. لأن الوضع الاقتصادي الاقتصاد ليس هناك الآن نشاط اقتصادي طبيعي، ولا يوجد اقتصاد بمعنى بالمعنى الصحيح. لكن في موضوع الاقتصاد، في موضوع الميزانية الحكومة، في موضوع الرواتب واللي هو حديث الساعة. نعم. الحقيقة أن يعني استغرب أن الحكومة عندما اتخذت قرار نقل البنك المركزي إلى عدن أنها لم تستكمل البنية المؤسسية لهذا العمل. كان يفترض استكمال البنية المؤسسية من الناحية الإدارية، من الناحية الفنية، توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات الضرورية، بداية بالراتب ونفقة التشغيل الأساسية، وتوفير أيضا الحد الأدنى من الخدمات الضرورية. فكان هناك سوء تدبير في الأمر، لأن ثقة الناس بالحكومة على المحك بتوفير الأمن وتوفير وإدارة الشأن اليومي للمواطن. والموظف أهم شيء لديه هو موضوع الراتب. طبيعي. نعم. إذن يعني اتخذت الخطوة أستاذ علي، ما الذي ينبغي على الحكومة الآن فعلها، وخصوصا يعني إذا وصلت هذه السيولة فعلا وبدأ العمل بصرف الرواتب، هناك إجراءات يجب عليها اتخاذها، ربما يعني أنت خير من يحدثنا عن هذه الإجراءات. هي أولا يعني لضمان استمرار الأمر حتى لا يكون هناك انقطاع، الحكومة الآن إذا كانت طبعت كما يقولوا 400 مليار ريال ونفقاتها الشهرية، أنا بناء على المتوسط الإنفاق الشهري قبل الانقلاب. نعم. كان متوسط الإنفاق الشهري في حدود 200 مليار ريال، يزيد ينقص يختلف من شهر إلى شهر قليلا. الآن طبعا كثير من النفقات وعلى رأسها النفقات التنموية ما فيش. النفقات الضرورية اللي هو الراتب، وحسب ما سمعت المتحدث قبل قليل موضوع هي 75 مليار في حدود، بغض النظر عن التفاصيل بالإمكان طبعا تقليصها إلى حد ما. نعم هو يعني تحدث عن 45 مليار يعني دون المكافآت والعلاوات. 45 مليار كان الراتب في 2011، الباب الرواتب كانت 45 مليار. نعم. تصاعدت بعد عام 2011 بلغت أكثر من 80 مليار. طبعا في جزء منها نسبة الضرب حق الحكومة متوسط يقترب من 20%، هذا تستقطع الحكومة كإيراد. فلنقول أن الراتب في حدود المطلوب، إذا كان يقل ويعني لن يكون أقل من 60 مليار شهريا. نفقات أخرى اللي هي تشغيل الأعمال الأجهزة والمؤسسات الحكومية، تشغيل المستشفيات وقضايا أيضا الأجهزة الحكومية حتى يعني القرطاسية للمكتب الواحد، لابد من توفير أموال لهذا الجانب. أيضا خدمة الدين العام المحلي، من المهم جدا أن الحكومة بتقوم بتسديد هذه
الأقساط والفوائد ممكن تؤجل الدين الخارجي مع الدائنين وتجد حلول لهذا مؤقتة. فهي تحتاج الآن ما لا يقل عن 130 مليار أقصى حاجة 150 مليار شهريا لمجمل هذه النفقات الضرورية بما فيها الراتب. 400 مليار التي طبعت ويضاف لها الإيرادات التي تتوفر شهريا هذه يمكن أن تغطي لنا، لكن الإيرادات لا تذهب إلى البنك، إلى فرع عدن أستاذ علي، ما زالت يعني تورد إلى فرع صنعاء. 400 مليار الجديدة، لا الإيرادات، الإيرادات التي يعني ليست كلها إلى صنعاء، هناك إيرادات في المحافظة الأخرى، في حضرموت، في عدن، في مأرب، في محافظة أخرى. نعم، حسب ما قيل لنا قبل أيام أنها ما زالت تورد إلى بنك صنعاء. والله ممكن يتفاهموا ويحسبوها اللي في صنعاء رواتب لل الأجهزة والوزارة والمؤسسات. نعم، هذا إذا كان في جهة أصلا بتتحمل مسؤوليتها وممكن التفاهم معها يعني تعلم. لكن هي في كل الأحوال الحكومة الشرعية الآن تتحمل المسؤولية، فأنا أقول 400 مليار بجانب الإرادة اللي ممكن تحصيلها، نعم، زائد استئناف تصدير النفط والغاز، زائدا الحصول على دعم خارجي خاصة فيما يتعلق بالملف الإنساني وإلى حد ما بعض الجوانب التنموية إذا ما استقرت الأمور في بعض المحافظات، هذا يمكن أن يحرك عجلة الاقتصاد، يتحرك دولاب الاقتصاد، تنشط الدورة الاقتصادية، يتعافى الاقتصاد شيئا فشيئا. هنا تبدأ ثقة الناس بالعملية الاقتصادية وبالعملية المصرفية بالذات. مشكلة السيولة تبدأ في الحل ليس فقط من خلال 400 مليار، ولكن أيضا الناس يستعيدوا ثقتهم بالعملية المصرفية، يعيدوا إيداع أموالهم في البنوك، تتوفر سيولة، وهكذا الأمور سوف تستقر شيئا فشيئا. لكن هذا كله يتطلب أولا نجاح الحكومة في استقرارها كحكومة وفي أداءاتها اليومية وخاصة على الصعيد الأمني بداية. نعم، إذن أستاذ علي، يعني تحدث معنا دكتور محمد أنه إذا لم يتم التعاون من قبل يعني جماعة الانقلاب في صنعاء بمد الحكومة بكشوفات الرواتب فربما لن يتمكنوا بطبيعة الحال بتسليم هذه الرواتب. كيف يمكن التصرف حيال ذلك سواء دوليا يعني لمتابعة ما يتم عمله من قبل جماعة الانقلاب، وأيضا داخليا يعني هل سيسكت الناس عن هذه الأفعال التي تقوم بها جماعة الحوثي؟ والله هذا المبرر غير كافي وليس من المعقول. الحكومة لم تعمل على توفير هذا الأمر من البداية، وينبغي أن لا يكون عائق وأن تجد الحلول. كل الأجهزة الحكومية لديها كشوفات، كل جهة، كل مؤسسة لديها كشوفات بموظفيها سواء السلك المدني أو السلك العسكري، وأعتقد أنه هذا ليس هو المعضلة أبدا. نعم. ليس هذا هو المعضلة، لكن المعضلة أن الحكومة لا تملك الآن السيولة الكافية لتغطية النفقات الضرورية وفي مقدمتها الراتب. الحكومة أعتقد عندما تصل هذه الأموال المطبوعة الجديدة سيكون بإمكانها تغطية الرواتب، لكن ينبغي أن لا يعني تعتمد على هذا الأمر فقط، وإنما تنشط الحركة الاقتصادية خاصة جانب الإرادة الضريبية والجمركية، وفضلا عن تصدير النفط والغاز والحصول على الدعم الخارجي حتى تستقر الأمور، لأن المسألة مش مسألة شهر ولا شهرين، مسألة ديمومة واستقرار واستعادة أوضاع واستقرار اقتصادي. نعم، الخبير الاقتصادي الأستاذ علي الوافي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونستكمل هذه الحلقة بخصوص الوعود بحل أزمة السيولة النقدية. ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الكريم العواضي من جدة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء النور.
أستاذ عبد الكريم، لو تحدثنا معك عن تأثير الدعم أو هذه السيولة المرتقبة على الحركة والدورة المالية والسيولة أيضا في البلد. أولا شكرا على الاستضافة. دعينا نفندل الموضوع لأنه الموضوع أكبر من طرح نقطة محددة. هناك الآن التزامات على الدولة ما يقارب بعام ونصف مرتبات للشرعية، لأنهم مع صف الشرعي المسلم، وتقريبا شهرين للموظفين الدولة الآخرين. المبلغ الذي يتكلمون عنه سوف يأتي لن يحل المشكلة. المشكلة الاقتصادية ضربت في الجذور، نحتاج إلى حل جذري للموضوع. ما هو وليس الحلول المؤقتة؟ ما هو الحل الجذري أستاذ عبد الكريم؟ انسحاب الإشياف عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح وتسليم السلاح وإعادة السلطة الشرعية. نعم، هذا ما تحاول القيام به الحكومة منذ عام ونصف، ولكن الآن الناس بحاجة إلى رواتب، هناك حاجة ماسة، يعني أصبحت المجاعة أكبر، أصبح عدد الفقراء أكبر، والناس كان اعتمادهم على هذا الراتب الهزيل. ألا يفترض أن يكون هناك خطوات أسرع أو حلول عاجلة أسرع؟ هناك مشكلة أخرى، أن الدخل الشهري لجماعة الحوثي من شركة اليمن وضرائب الاتصالات والميناء الحديدة ما يقارب 15 مليار ريال يمني. نعم. تكفي تقريبا ل 370 ألف موظف. فكيف يتم المطالبة من الحكومة الرسمية ومن البنك المركزي اليمني في عدم صرف مرتبات، وهناك دخل ما يقارب حوالي 15 مليار دولار لا يسلم للدولة، 15 مليار ريال شهريا. نعم. فيجب تسليم الدخل من أجل أن يتم دفع المرتبات. نعم، لكن أستاذ عبد الكريم، يعني أنت على اطلاع بالوضع، هناك تعنت شديد من قبل ميليشيا الحوثي على مستوى حتى عدم موافقتها على نقل البنك المركزي إلى عدن، فبالتالي يعني نحن أمام جماعة لا تعني أو لا تهتم بهذا المواطن، هي ليست دولة، هي ليست حكومة، هي مجرد عصابات ميليشيا، فبالتالي لا يمكن أن نطالبها أن تقف موقف الدولة، ولكن بالمقابل أو بالطرف الآخر هناك حكومة شرعية عليها التزامات يجب أن تفي بها، خصوصا بعد قرار نقل البنك، يعني أنها تحملت هذا الأمر على عاتقها، فما الذي يجب عليها فعله؟ مبدئيا هو الأماكن التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية يجب أن تدفع المرتبات للموظفين، والأماكن التي هي خارج السلطة الشرعية الحكومة اليمنية ليست ملزمة بها قانونيا. فكيف يتم الدفع لمنطقة لا تخضع للسلطة الشرعية ويتم تحصيل جميع عائداتها لميليشيات تحارب الدولة؟ كنا نتحدث من عام ونصف بأن البنك المركزي هو من يقوم تمويل الميليشيات، ولم يكن بصراحة يسمعنا أحد. الآن لم تحتل المشكلة، إذا جماعة الحوثي تستطيع شهريا الحصول على 15 مليار ريال ولا توجد عليها أي التزامات، فهذا سوف تقوم بتمويل عملياتها العسكرية ضد جميع المناطق التي تخضع للسلطة الشرعية. يجب على الناس بصراحة في صنعاء الآن أن يقوموا بعمل خطوة إلى الأمام، مثل ما قام الناس في الطلوع في مظاهرات اعتصامات. نعم، كان هناك محاولات أستاذ عبد الكريم بحملة أنا نازل، ولكنها قمعت تماما، يعني وكثير من الحكاية قرأناها في صفحات الفيسبوك كيف أن هناك يعني تجديد أمني لعدم النزول لأي مظاهرة. هناك بعض الموظفين يعني قاموا بعمل وقفات احتجاجية أمام مؤسساتهم الحكومية، وأيضا تم قمعهم بشكل واضح. لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، إذا كانت هناك إرادة من الجميع لن يستطيع أحد الوقوف معها. نحن نذكر أنهم خرجوا بعشرات الآلاف ضد قرار حكومة الصندوق أن يخص رفع الدعم. يجب عليهم الآن كما قاموا بذلك الفعل أن يقوم الأخوان في محافظة صنعاء بالذات بالعمل نفس المظاهرات لمطالبة مرتباتهم. هناك 15 مليار ريال شهريا تكفي مرتبات جميع سكان محافظة صنعاء ودمار وحجة وصعدة والحديدة، المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيا. نعم 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 نعم، شهريا هناك تقريبا 8 مليار من دخل اليمن فقط ويمن موبايل، البقية هي عبارة عن تحصيل الضرائب عادات الغاز والنفط التي تباع للمواطنين. فيجب عليهم بصراحة أن يعملوا شيء. كيف نطالب من حكومة رسمية أن تصرف مرتبات لأماكن لا تخضع لسيطرتها؟ يجب على الناس، لن يستطيع أحد حل مشكلتنا اليمنيين إلا نحن. يجب على الناس في صنعاء وفي دمار وفي حجة في صعدة الخروج من ظاهرات.
نعم. إذا أستاذ عبد الكريم، يعني هل تسمعني أستاذ عبد الكريم؟ نعم نعم نعم. إذا هل يمكن ل يعني المجتمع الدولي أن يفرض على ميليشيا الحوثي على الأقل بالتعامل مع هذه النقطة وبالتعاون مع البنك المركزي فرع عدن وبأيضا تحويل المبالغ الإيرادات التي يحصل عليها إلى فرع عدن، كما كان هناك هدنة اقتصادية التي ربما هي سبب هذه الكارثة الاقتصادية؟ المشكلة ليست في صرف مرتباتهم، المشكلة في الدعم الذي يحصل عليه الميليشيات من أماكن سيطرتها تكفي لتمويلها لسنوات، وسوف تطول الحرب الأهلية إذا لم يتم إيقاف الدعم الذي يحصلون عليه. لذلك التركيز الآن يجب من المجتمع الدولي الضغط على الميليشيات للانسحاب وتسليم مؤسسات الدولة. ما لم فالمجتمع الدولي بصراحة هو شريك في العملية التدمير لليمن إذا لم يكن القرار صريح بانسحاب الميليشيات تسليم مؤسسات الدولة. هناك مؤسسات إيرادية دخلها الشهري مخيف تكفي لتمويل جماعة الحوثي الأشهر إلى الأمام. نحن نريد إيقاف الحرب وليس فقط تسليم المرتبات. الموضوع ليس فقط موضوع تسليم مرتبات، الموضوع هو نريد أن نعيش بسلام مثلنا مثل باقي سكان الأرض. نعم. إذن يعني من وجهة نظرك أستاذ عبد الكريم، لو استطعت الحكومة أن تقوم بصرف الرواتب، ماذا عن التفاصيل الفنية والتقنية أو المشكلات الفنية والتقنية التي يمكن أن تواجهها أو تحتاجها للمقدرة لدفع الرواتب؟ دعني أكلمك الآن على الإجراءات. يجب أولا شركات الاتصالات في اليمن يجب أن يكون هناك فرع إدارة عامة في منطقة عدن ويتم تحويل الانترنت الى هناك، ومن ثم تحصيل الضرائب في عدن من اماكن المحرره الشرعيه، لان حتى الان في اماكن الشرعيه ما زالت تذهب عائدات اليمن الى الميليشيات المسلحه. نعم. نعم. بالنسبه لعمليه صرف المرتبات يجب عليهم الان ان يبداون بالمناطق الخاضعه للشرعيه. نعم. عائدات النفط، عائدات الضرائب، عائدات الجمارك في المناخذ التي تخضع للشرعيه الذي عددها ثلاثه، عدن والوديعة والمفعب على عمان، تكفي لسد المرتبات على الأقل نصف المرتبات في الأماكن الخاضعة للشرعية. ثم بعد ذلك يبدأون بتقليص الدخل الموجود على الميليشيات وصرف المرتبات عن طريق نظام بنكي جديد. يجب عليهم نقل البنوك المركزية، البنوك التجارية يجب أن تتجه إلى عدن لصرف المرتبات عن طريقها. العملية صعبة ليست سهلة وتحتاج إلى وقت، ويجب علينا بصراحة إعطاء فرصة لمحافظة البنك المركزي بن همام. الدمار سهل لكن البناء صعب. ما حصل في اليمن هو نسف اليمن من الجذور، فلا نستعجل عملية إنها في يوم وليلة أن يتم حل المشكلة. كل الشعب اليمني سوف يدفع الثمن، لأنها كان مفروض من أول يوم عندما حصل انقلاب ودخول دماج أو بداية الانهيار اللي حصل في 2013، كان مفروض على الشعب اليمني جميعا أن يخرج ويقف ضد الانقلاب الذي حصل بداية من صادق. ما يحصل الآن هو عقاب لنا لماذا سكتنا على الذي حصل. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الكريم العواضي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. وننتقل أيضا عبر الهاتف مع الأستاذ حسام السعيدي الباحث في السياسة والاقتصاد. مساء الخير أستاذ حسام. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ حسام. يعني الوضع الاقتصادي ما أثره على اللحظة الراهنة خصوصا بعد قرب الانفراج المؤقت للسيولة؟ حقيقة أن الوضع الاقتصادي هو مكمل للسياسة في كل الأحوال. نعم. ما نقصده هنا أن التأثير دائما يكون تأثير متكامل ومشترك. يعني بطبيعة الحال المعيشية الصعبة التي يعيشها الناس تؤثر جدا على سيارات سياسية، اتجاهاتهم السياسية أيضا. بمعنى آخر، الحالة الآن الاقتصادية التي يعيشها المواطن، سواء حالة الفقر المدقع، تفشي أمراض، تفشي هذه في النهاية انعكاس لحالة اقتصادية علاجها بشكل للأسف وآخر هو مرتبط بالعملية السياسية. الانعكاسات المباشرة طبعا على المشهد السياسي أو المشهد العسكري، يعني حالة من الاستقطاب الكبير، تفشي ايضا المزيد من الامراض ونقص القدره او لنقول المعيشيه للمواطن، بمعنى ان المواطن الان يصبح غير قادر على المفاضله بين الكثير من الخيارات، يبقى محدود في خيارات الغذاء. نعم. الحاجات الاساسيه كيف يمكن له ان يوفرها؟ وبالتالي هذا في حال انه الدول يعني في حال وجود دوله مثلا مستقره، هذا بحد ذاته يمكن ان يهددها.
بحيث انه يعفي المواطنين من سياراتهم الاخرى، يجعل السيارات محدده، يشغل الناس بهموم معيشتهم والفقر والجوع وكيف يمكن ان تبدا حاجاتهم. اما الوضع السياسي معقد، وضع حرب، بالتالي ستكون المشكله اكبر واكثر تعقيدا بطبيعه الحال. وانتكاساتها لم تمس في الحقيقه طرف معين هنا في بلادنا. نعم. في الطرفين بطبيعه الحال. بالنسبه للبوثيين هم منفرحين على كل شيء، يعني لا يهمهم الخساره. بالنسبه للشرعيه يجب في الحقيقه انها يعني ان تنتجع ايضا، بمعنى انه الا يكون حاله الناس المعيشيه مطروحه يعني لتحقيق مكسب سياسي مع التغاضي عن الحاله التي فعلا وصل اليها الناس. ممكن الان ان يحدث يعني المؤسسات تطلق عليها صوره مؤسسات مثلا، بدايه من عدم قدره الموظفين على الوصول الى تاكيدهم الى اماكن عملهم. ممكن قد يتطور الحال بالنسبه للمناطق التي تخضع لسيطره الحوثيين الى مظاهرات او ربما الى تجمعات في البدايه، والمظاهرات او ثوره السياح ما يسمى ثوره السياح انا اتوقع انها تحتاج الى وقت اطول، ولكن ربما تظهر بعض المظاهر الان على خط هنا يبدا هناك ما يسمى الاضرابات او العصيان، وهي الحقيقه قد لا تكون مقصوده بقدر ما هي تشبه القدر الحتمي بسبب عد الموظفين مثلا على الوصول الى اماكن عمل. تفضل. نعم استاذ حسام، يعني برايك دفع رواتب موظفي الدوله من الناحيه السياسيه هل سيعزز حضور الدوله حتى في اماكن سيطره الانقلاب؟ لا يخفى على احد بان الحوثيين هنا في صنعاء كانوا عاديين عن دفع المرتبات، هذا شيء مشهود، وربما لكن المشكله ان المواطن البسيط قد لا يفهم هذه النقطه بالذات، هو يقول بانه استلم من الفلسطينيين مثلا مرتبات بأشهر معددة، والآن هناك عدم وضوح في الصورة، فالفلسطينيين من جانب صحيح أنهم لم يعترفوا بالقرار أو يقولوا أنهم يعترفوا بالقرار، ولكنهم في الحقيقة رموا الكرة إلى ملعب الشرعية، وبالتالي هذا طبعا لعجزهم عن سد أو عن المشكلة. قضية أنه يعمل تبرع وهذه مسألة اقتصادية لا يمكن لها أن تتحقق. بالنسبة للحكومة يجب الحقيقة أن تبدأ بصرف هذه الرواتب في اتباع عدة معايير، هناك عدة بدائل ممكن، يعني بحيث انه نمنع ان هذا المال يصل الى ايادي المحاربين او الى المقاتلين، كيف يمكن ان يصل هذا المال الذي يمثل قوت ويسد عوز المواطنين في عديد من المناطق، بعض المناطق اصبحت بحكم المنكوبه، هنا بالتالي الدور الاساسي للدوله، ما دام اننا نحن الدوله او بانك انت الحكومه يعني ويجب ان تراعي ان تضع الخيارات ايضا، لا يمكن المقارنه بين نصر سياسي مقابل تدوير للشعب بشكل كبير، انت اذا كان هذا تصرف الانقلابيين يجب ان لا يكون تصرف الحكومه، لابد يعني من الموازنه بين هذين الامرين. ترك الحبل على الغارب للمجاعه لتاخذ الناس بانتظار ثوره مجاعه، بينما ما يزال السلاح موجه الى رؤوسهم، الحقيقه نعم. ربما تنتج خيار ثالث غير الخيارات المطروحه الان، ربما في خيار يعني يفرضه الشارع بحد ذاته، وبالتالي انا في تصوري انه يجب على الحكومه ان تبادر بصرف المرتبات على الاقل للسكه المدني، واتخاذ بعض الاجراءات الاحترازيه التي تمنع وصول هذه المبالغ الى المقاتلين او المحاربين من الطرف الاخر، بمعنى انه لا نقامر بحياه المواطنين صحيح مقابل انتظار ثورة بيع نحن نحسب أنها ستكون في صفنا، أو مثلا نحسب أنها ستكون محددة ضمن مسار محدد، هذا الأمر ربما لن يحدث، وبالتالي وأيضا قد يكون له انعكاسات سلبية. نحن يفترض يعني على الحكومة أنها كحكومة، ولأن أن تفرض يعني وجودها بمعنى أنها تستطيع الحقيقة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ حسام السعيدي الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، وما نتمنى في نهاية الأمر هو أن يستلم كل شخص مرتبه، نعلم أن يعني المرتبات ضئيلة جدا، ولكنها كانت هي عجلة المحرك الحقيقي للحياة للإنسان اليمني البسيط. شكرا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.